يقوم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها ينور العقل عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد شكرا 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 احبائي عمو يزيد جد السعيد باستقبالكم اليوم في هذا الموسم الخامس خامس سنه لحصه مع عمو يزيد اكون فرحانين لكم هنا عمو يزيد كذلك وفرحان بزاف وانتم كذلك يا احبائي اللي حبيتوا تحضروا وتشاركوا بالحضور في هذه الحصه الجميله هذه ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com ولا للتطبيق عمو يزيد في البلاي ستور بالضغط على زرار شارك في حصتنا بهذه الطريقة إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار شارك في حصتنا تملأ الاستمارة ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني مرحبا بك إذن أحبائي لما تشاركوا للحضور عليكم شوية صبر لأن التسجيلات كثيرة وعمو يزيد حبي يجيبكم كامل 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 أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم عالمي مهم جدا يوم 15 سبتمبر هو اليوم العالمي لحرية التعلم الإنسان من حقه أنه تكون عنده حرية التعلم العلم مهم جدا يا أحبائي لذا عليها والديكم دائما يقول لكم لازم تقرأوا مليح باش تنجحوا على بالكم بلي العلم هو طريق النجاح كذلك كاين 15 سبتمبر كذلك يوم عالمي للتنظيف النظافة مهمة جدا لازم ننظف ننظف أماكن تاعنا ننظف الأقسام ننظف الشارع ننظف البيت يا أخي أحبائي كذلك كاين يوم 16 سبتمبر يوم عالمي بدون سيارة على بالكم علاش يديروا يوم عالمي بدون سيارة لأن السيارات فيها تلوث بهذيك الغازات اللي تبعتها وكامل يعني إحنا دركا العالم كله راهو حاب لي الناس تعود تاخذ وسائل النقل العامة يعني الزوتوكار البيوس الحافلات القطار الطائرة وكامل وما تاخدش السيارة لأن يعني بالمرات تسيب 50 واحد راكب في حافلة لو كان كل واحد فيهم ياخد السيارة تاعو راه 50 سيارة تشوفوا ما هذيك الغازات وكامل اللي بعت السيارات وكامل إذا كاين يوم عالمي داروه يوم 16 سبتمبر هو اليوم العالمي بدون سيارة وكاين كذلك يوم عالمي مهم جدا هو اليوم العالمي كاين طبقة تحيط بالكرة الأرضية تحميها من أشعة الشمس الضارة وكامل اسمها طبقة الأوزون برافو 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 إذن كاين يوم عالمي مهم جدا يوم 16 سبتمبر هو اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون على بالكم هي طبقة الأوزون ما تحملش التلوث وكامل كاين عدة أشياء اللي ممكن أنها تدمر هذه الطبقة اللي هي تحمي المعيشة تاعنا وكامل على سطح الأرض يا أخي إذن هذا اليوم للحفاظ على طبقة الأوزون تعالي بنتي أروحي بنتي أروحي واسمك الشاطرة لوجين فاضل وين تسكني بنتي في ولاية عين دفلة ولاية عين دفلة الله يبارك تسلمي عليهم كي تروحي يا برافو برافو بنتي تعالي بنتي روحي واسمك بنتي فدوى همراني فدوى وين تسكني فدوى أروحي بنتي قدامي أروحي قدامي وين تسكني دوري الكاميرا بنتي وين تسكني نسكن في عين الحمام ولاية تيزي وزو تيزي وزو القبائل الكبرى نحيوهم كامل كي تروحي تسلمي عليهم كامل تقول مع مو يزيد يعبكم يا أخي برافو بنتي برافو 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 تعالي بنتي أروحي أروحي قدامي واسمك بنتي ملاك 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 وملاك وين تسكني ملاك ولاية بومرداس بومرداس الجميلة تسلمي عليهم كاع كي تروحي يا نعم الله يبارك الله يبارك تعالي العروسة روحي بنتي تعالي تعالي العروسة روحي قدامي العروسة منا هكذا باش عمو يزيد يهضر معاك أوه العروسة واسمك بنتي باتول باتول شحال في عمرك باتول؟ ثري شحال؟ ثري ثري؟ ثلاث سنوات؟ الله يبارك وين تسكني بنتي؟ في شلف كي تروحي تسلمي عليهم هيا ديري بوسه عمو يزيد بيزو بيزو تحبي عمو يزيد شحال تحبيه بزاف اوه شحال في عمرها ثلاث سنين
قالت لي 3. ها؟ لا لا قالت لي 3 يا اخي بنتي. قولي 3. برافو 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 بنتي. شاطره 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 شاطره. اذا احبائي في بداية كل حصة نستقبلوا بريد اللي بعتوه لنا أصدقائنا الأطفال اللي بعتوه لنا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com ولا عبر التطبيق عمو يزيد في البلاي ستور بالضغط على الزرار آراء وملاحظات. إذا استقبلوا معي صهيب ساعي البريد. تعال تعال صهيب أصغر ساعي بريد. مساء الخير يا أطفال. مساء الخير عمو يزيد. مرحبا مرحبا صهيب. مرحبا. وش رأيك ولدي؟ لبس؟ لبس. إذا صهيب جبنا البريد تاع أصدقاء الأطفال. جبنا البريد. إذا نضعه في علبة البريد صهيب. وانتم كذلك يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com ولا التطبيق عمو يزيد على البلاي ستور بالضغط على زرار آراء وملاحظات. مع السلامة يا أطفال. مع السلامة مع السلامة. أحبائي بعد استقبال هذا البريد الجميل راح نطرح عليكم لغز اليوم. سؤال اليوم، تحبوا الأسئلة؟ والهدايا أكثر. شكون يحب الهدايا يرفد يده؟ برافو برافو برافو. عمو يزيد تاني يحب الهدايا. أحبائي كاين في الجزائر يوم وطني مهم جدا. هذا اليوم الوطني هو تقدير للفنان، هو اليوم الوطني للفنان، لا جورني ناسيونال دو لارتيست. قولوا لي وقتاش تاريخ هذا اليوم هذا، يعني اليوم والشهر فقط، السنة نقولها من بعد يا أخي. اليوم والشهر، اليوم الوطني للفنان. إذا فكروا معايا لغاية نهاية الحصة أنتم وأصدقائنا اليوم يشوفوا فينا يقدروا يجاوبوا على اللغز ولا سؤال عبر موقع الانترنت عمويزيد.com ولا التطبيق عمو يزيد على البلاي ستور بهذا الطريق. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com تضغط على زرار جاوب على اللغز تملأ الاستمارة. ما تنساش رقمك الهاتفي بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. إذا أحبائي فكروا لغاية نهاية الحصة وإحنا من التم نروحوا مع هبة إسلامي نتعرفوا على شخصية مهمة. اليوم عندنا شخصية التلي بالكحل رحمه الله. إذا تفضلي تفضلي بنتي هبة تفضلي تفضلي. عطونا تحية لهبة. تفضلي بنتي تفضلي هبة تفضلي. مرحبا أصدقائي. مرحبا. اليوم سوف نقدم لكم التلي بالكحل. ولد سنة 1780 بمدينة زعفران بولاية الجلفة. نشأ في بيت علم وتقوى وتفوق في الأدب والتوحيد والحكمة. سياسي ومحارب وعسكري ومقاوم جزائري اشتهر بمناهضته للاحتلال الفرنسي. كان يتسم بالوعي السياسي والحنكة في تسييره للمعارك ويعتبر من أبطال ولاد نايل في مسيرته الطويلة. رافق الأمير عبد القادر وشارك في المقاومة الشعبية وكان له عدة معارك. وفي شهر جوان 1852 حدث تجمع كبير لمقاومي ولاد نايل بقيادة التلي بالكحل في قصر الحيران. وتلتها في 4 ديسمبر 1852 معركة الأغواط التي اعتبرت من أكبر المعارك والتي عرفت مجازر كبيرة، حيث تشهد المقبرة المجاورة للمكان إلى يومنا هذا على تلك البشاعة. في 15 جانفي 1854 في معركة قرب تجورت جرح فيها وألقي عليه القبض. وبعد فراره من السجن في مارس 1855 في تشابك مع العدو أصيب الشيخ البطل بإصابة بليغة أثر على أثرها. وبعد مدة من الاعتقال أصدر حكم العفو نظرا لتقدمه في السن مع فرض الإقامة الجبرية إلى وفاته في ديسمبر 1856 عن عمر ناهز 76 سنة. برافو 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 هبة برافو. إذن تلي بلك حل مقاوم جزائري رحمه الله ورحمه رحم الله كل شهداء المقاومات وثورة التحرير. أحبائي مدام رانا في غير كما دخلنا نقرأ وكامل كاين شيء يرافق الطفل في الدراسة نتاعو دائما يرفضو كما هذيك اللي رفضتها صديقتنا. واش هو؟ المي باس.
المحفظة، برافو برافو. عمو يزيد دار لكم أغنية نقول فيها محفظتي محفظتي، تغنوها معايا؟ يلا معايا، نحط صديقينا هنا، يلا تغنوا كامل معايا محفظتي، تعالوا التحقوا بيا. محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي، محفظتي محفظتي يا حافظة أدواتي، دمتي دمتي رفيقتي يا أنسي ويا لوعتي، دمتي دمتي رفيقتي يا يا رفيقة دربي كم شهدت مساري، أنت رفيقة دربي كم شهدت مساري، إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري، إخلاصك زاد حبي ألفت وجودك بجواري. كونك حقيبتي أحملك بافتخاري، كونك حقيبتي حاملك بظهري كأنك من ذاتي، حاملك بظهري كأنك من حفاظك أدواتي زاد حب أستاذي، حفاظك أدواتي زاد حب أستاذي، شاركتي مثابرتي وكذا على اجتهادي، شاركتي مثابرتي وكذا على بدايتي كم أحببت إخلاصك، كنت مسار بدايتي كم أحببت إخلاصك، ورفيقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك، ورفيقتي في دراستي لا أنسى لك فضلك. برافو 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 احبائي، التحقوا بأماكن نتاعكم، برافو برافو برافو. تحبوا العاب الخفه؟ اذا نروحوا كامل نشوفوا العاب الخفه مع عم مراد اللي جانا من مدينه البليده، يلا مع عم مراد. السلام عليكم يا اطفال. الله يبارك الله يبارك يا اطفال. بمناسبه اليوم الوطن العالمي لحوادث المرور، اما احنا كاينه واحد اللعبه راح نديرها بهذه المناسبه اللي هي على حوادث المرور. نعم، في حوادث ما باش نقلوا من حوادث المرور يا اطفال، وشكون اللي ينظم المرور؟ شكون شكون؟ قولوا كامل كامل، قولوا شكون. بارك الله فيكم الشرطي. كاين واحد الكتكوت صغير هنايا، وراها وراها الله يبارك ما شاء الله. فيفي جيبي لي هذه الكتكوت الصغير، الله يبارك. كما قلت لكم قبيله الشرطي، دوك نشوفوا هذا يا ولا يولي شرطي ولا لا لا. ايه دوك نشوف عندنا هنايا، اوه سيدي اللون تاعو شنو هو؟ رمادي رايح الابيض، صح، شوف مليح.
نحطوا السيدي تاعنا هنا باش نوريو لهم. دوك نشوفوا ولا تولي شرطي ولا لا. لا ايه هذا واش من اللون؟ نحسبوا كامل، واحد اثنين ثلاثة. اجبد تشوف اجبد. واو تصفيق عليه. مالا خلاص واقيلا تولي تايا شرطي. مالا بهذيا راح نلبسوا لك الزي تاع الشرطي. ما شاء الله. او شباب او شباب هكا الله يبارك. شتو الشرطي يكون نظيف ويكون لابس مليح. فيفي واش كديري يا فيفي يا فيفي؟ هادو ما تاع العاب الخفه. هذه امانه ما خلطوش فيها صح يا اطفال ولا لا؟ لا امانه خلطوا فيها. ما تخلطيش كما قلت لكم مقبله يا اطفال. مالا الشرطي حينظم المرور. فيفي كما قلت لكم ينظم المرور. مالا واش يستعملوا لغه؟ نعم اشارات باش نفهموا. واش معناتها الاخضر؟ نشوفوا الشرطي. ها واش معناتها؟ والبرتقالي والاحمر. نعم مالا عندنا هذه الكرات لها نفس الالوان كما هذا. معناتها حنايا نحطوهم كيف كيف. ايه نحطوا الاخضر مع الاخضر. ايه ونحطوا البرتقالي مع البرتقالي والاحمر مع الاحمر. ونحسبوا عندنا احمر عندنا ايه برتقالي اخضر. معناتها نصيبوه. وش صرا؟ وش صرا يا اطفال؟ ما فهمتش. مشيت لنا اسال. معليش اسال نعاودوها. سبحان الله ياك درناهم كي ياك سوا سوا. نعاودو اخضر قلنا نعم. من بعد نديرو برتقالي نعم. من بعد احمر نديرو الاحمر. والان يا اطفال كما قلنا فيفي واش راكي ديري يا فيفي؟ شكون هي ولا لا؟ لا هي. ونشوف واش عندك في يدك. وريني شوف وريني شوف واش عندك. على بيها حكمة العصا السحرية تاعي وقاعدة دير هكا يا فيفي. لا 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 ما يلزمش نخلطو. ويا عطفة واش قلنا على الأمانة؟ واش قلنا؟ الأمانة إلى أهليها. شفتوا؟ أما لا نعاودوا. قلنا نديروا الأخضر من بعد برتقالي ومن بعد الأحمر. والآن إيش؟ لا لا فيفي ما تزيديش تعاودي يا ياك ما تزيديش تعاود يا أطفال. هيا صفقوا عليها صفقوا عليها حق ما تزيديش تعاود. ونشوفوا دوكا أخيرا الحمد لله يا ربي عاودوا لنا. شكرا. برافو 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 عمو مراد برافو برافو. اذا احبائي في هذا الموسم الخامس كذلك راح نطرقوا مع بعض لفقره هل تعلم. كل مره نكتشف معلومه جديده يا اخي احبائي. اذا احبائي استقبلوا معايا ياسمين في فقره هل تعلم. تفضلي ياسمين تفضلي تفضلي تفضلي. مرحبا يا أطفال. هل تعلم أن عدد عظام الإنسان عند الولادة هو 350 عظمة ثم تلتحم في بعضها بعض فيصبح عددها 206 عظمة عند الإنسان البالغ؟ برافو 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 برافو. إذن أحبائي
من المعروف انه عدد عظام جسم الانسان هو 206، لازم تشفوا عليها، كاين 206 عظم في عند الانسان، ولكن البالغ لما يكون صغير العظام تكون اكثر من 350 عظم. اذا ومن بعد هذوك العظام تتلاحم فيما بعضها حتى من بعد تصبح 206 اللي نشفوا عليها هي المعروفه. كاين شحال كاين عظمه في جسم الانسان؟ 206. برافو، لازم نشفوا عليهم احبائي. اذا احبائي تحبوا الحكايات؟ اذا عمو يزيد راح يحكي لكم حكايه جميله وطريفه، هي حكايه الذبابه الحائره. يلا معايا. اذا احبائي كما حكيت لكم مقبله، قلت لكم راح نحكي لكم حكايه الذبابه الحائره. واحد النهار كانت واحد الذبانه في واحد الغابه هكذا، كانت تطير هكذا، ومن بعد قالت انا علاش ذبابه هكذا صغيره، علاش ما جيتش انا حيوان كبير هكذا نقدر نلعب نقدر نجري نقدر، انا ذبابه هكذا صغيره وكامل. بعد قالت تمشي، رحت عند الارنب قالت له العب معايا وانا مانيش ماهوش عاجبني الحال كامل كي راني هكذا ذبابه. تخلعوا فيها، قالوا واش بيك هكذا؟ قالت لهم انا ذبابه صغيره، انا حبيت نكون حيوان كبير وكذا. تلاقات واحد الارنب، ارنب سحري، قال لها واش بيك؟ قالت له انايا مللت من الحياه هذه وخلاص وكرهته كامل، حبيت لو كان نكون حيوان اخر. قال لها علاش ماكش حابه الحياه تاعك؟ قالت له انا ذبابه صغيره يجي الريح يديني هكذا، مانيش حيوان كبير وكامل. قال لها واش حبيتي تكوني؟ قالت له حبيت نكون اسد، اسد هكذا باش كاع الحيوانات اللي ما كانوش حابين يلعبوا معايا نروح نتفاهم معاهم. شو ما كانوش حابين يلعبوا معاها، يقولها انت صغيره وكامل. قال لها خمي مليح، قالها لانك لما ترجعي اسد راح تقعدي هكذاك 10 ايام، دبري راسك. قالت له معليش معليش نقدر نقعد طول حياتي اسد، انا كرهت، انا ماش حاب نقعد ذبابه. اذا ضربها هكذا بالعصا السحريه صبحت اسد وراحت الغابه، راحت الحيوانات هذوك اللي ما كانوش حابين يلعبوا معها تحب هكذا تخوفهم، تحب تعضهم، تحب تاكلهم، تحب هربتهم كامل كامل كرهوها. والانسان على بالكم لما يكون قوي ما لازمش يتعسف ويروح يحقر الناس، بالعكس لما تكون قوي تما اللي تعطف على الناس وتساعد الضعيف وتساعد المسكين وكامل، لأن الإنسان في القوة تاعو تما اللي نعرفوه إذا كان قلبه حنين إنسان طيب وكامل. كرهوها كاع الحيوانات هذوك وصبحت تتعسف وكامل. واحد النهار كانت تمشي هكذا أسد وكامل في الغابة، كانت الشبكة تاع الصياد ما شافتهاش، حكمتها هذيك الشبكة وجا الصياد هكذا رفدها ورماها في هذاك الكاميون الشاحنة هذيك وجديها. يا تقول له اطلقني، انا ذبابة انا ذبابة انا ماشي اسد انا ماشي اسد، كاش قاع يسمع فيها. رفدها داها لحديقة الحيوانات ورموها هكذا في واحد القفص هكذا وخلاوها اسد. ندمت، يا ربي انا واش درت، انا مولفة طليقة حرة نروح وين نحب نطير في السماء وكامل، درك راني هنايا في قفص هكذا محبوسة. ما قدرتش. ومن بعد جاء هذا الارنب السحري هذا قال لها واش عيطتي لي؟ قالت له رجعني رجعني ذبابة انا ما قدرتش انا. قال لها لا لا تفهمنا، بتقعدي 10 ايام دبري راسك. قعدت 10 ايام وهي تتحسر 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 تقول يا ربي لو كان ما درتش هكذا. بعد 10 ايام رجعت الذبابة، الحمد لله يا ربي الحمد لله، فرحت وقالت يا ربي مزيه اللي جيت ذبابة وحبت تقعد ذبابة، ما حبتش كي رجعت اسد. عمو يزيد عمو يزيد، الحكمة التي استخلصناها من هذه القصة لابد أن نحمد الله على خلقه ولا نعاير ولا نضايق الآخرين على شكلهم وهيئتهم حتى لا نضايقهم. برافو 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 برافو. إذا أحبائي الإنسان لازم يحمد الله على الصفة اللي خلقوا فيها، ما يقولش أنا مانيش مليح لازم نشبه لفلان ولا نتبدل نولي كيما فلان ولا نعاير الناس. قال أنت ربي ما خلقكش شباب ولا ربي ما خلقكش مليح ولا كذا، هذه ماهيش منشية من الطفل الخلوق، ما لازمش كاع نعايروا الناس، بالعكس بالعكس يا أحبائي، لأنه كل إنسان خلقه ربي عنده حكمة في خلقه. يا أخي لازم نحترم كاع أشكال الناس يا أخي أحبائي. يلا معي أرجعوا لأماكنكم. إذا أحبائي يجب احترام الناس وما لازمش نعيروا حتى واحد بأي لقب كان،
لازم الانسان يكون عنده اخلاق حميده. احبائي الحقنا دركا الركن النكت، شكون عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي اروحي اروحي بنتي تعالي اقعدي قدامي. واسمك بنتي؟ هاجر. وين تسكني هاجر؟ في براقي. في براقي، شحال في عمرك؟ 9 سنين. 9 سنين، احكي لنا نكته تاعك بنتي. قال لك واحد الخطره واحد المراه قالت لوليدها روح عند باباك راهو في القهوه، قل له يشري لي كيلو بطاطا. ما كي راح عند بابا قال له بابا قالت لك ماما شري لي كيلو بطاطا. قال له مره ثانيه ما تقوليش ماما قولي الدار. واحد الخطره يما طاحت في الكوزينه قال له بابا الدار طاحت في الكوزينه. برافو. تعالي بنتي روحي اروحي. اسمك انت؟ لوجين. وين تسكني لوجين؟ عين دفله. في عين دفله، الله يبارك. شحال في عمرك؟ 11 سنه. احكي لنا النكته تاعك. قال لك هذه وحده عجوزه ركبت في النقل، قالت له كي توصل للسطيف قول لي. هي رقدت، كي ناضت سمعته يقول اي تعبوي راه هبطوا. قالت له مشي قلت لك يا وليدي كي نحكوا للسطيف قول لي. قال ها يما معليش تعجوزه ونرجعك. كي رجعها قالت له لا انا بنتي قالت لي شربي الدواء تاعك تلحقي للسطيف. برافو برافو برافو. شكرا. وشن اروحي بنتي؟ واسمك؟ سلمى. ها؟ سلمى. شحال في عمرك؟ 3 سنين. 3 سنين ونص. واش حبيتي تقولي لنا؟ واش حبيتي تقولي لهم؟ تحبيهم؟ وشحال تحبي عمو يزيد؟ بزاف ولا غير شويه؟ بزاف. برافو برافو بنتي، برافو برافو برافو. اذا احبائي لحقنا دركا، انا قبل ما نروح للفقره المواليه هذا حبيت نوري لكم رسومات تاع ياسين حدبو علي. ياسين حدبو علي شوفوا رسم لنا الديكور تاع عمو يزيد كامل. شوفوا بوبي الدوما ما نسى حتى واحد. رسم تاعو حدبو علي ياسين، وزاد درنا عمو يزيد والقلب اللي احب عمو يزيد. جميل 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 جدا. وكذلك درنا عمو يزيد هكذا على شكل شجرة وكامل جميل جدا. وزاد درنا شهادة تقدير. هاد شهادة تقدير شوفوا، قالك ياسين حدبولي يقوم بشكر عمو يزيد وبتقديره لأنه بذل جهدا كبيرا من أجل رسم بسمة الأطفال صغارا وكبارا. عمو يزيد بالعباس المنشط التلفزيوني دارنا شهادة تقدير. شكرا شكرا وليدي، ربي طول عمرك. عمو يزيد يحتفظ بهذه الشهادات الجميلة هذه. ودركا الحقنا الفقرة الرسائل اللي راح نحكيها، اللي احنا دركا نقراها، اللي جابها لنا صهيب. فيفي جيب لنا رسائل تاع أصدقائنا الأطفال. وانتم يا أحبائي إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم هنا، ما عليكم إلى توجهوا الموقع الإنترنت عمو يزيد .com ولا لابليكاسيون التطبيق عمو يزيد على البلاي ستور، وضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا بنتي شكرا. واش راك؟ واش راك وليدي؟ واش حبيت؟ اسمي جليل. واسمك جليل؟ وين تكون جليل؟ في قليعة. في قليعة. شحال تحب عمو يزيد؟ 10. 10 10 ولا 10 20؟ 10. برافو برافو وليدي، برافو 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 برافو. إذا عمو يزيد راح يقرا الرسائل تاعكم الجميلة. الرسالة الأولى من عند مخياط محمد، 52 سنة، صديق عمو يزيد من مدينة المدية. قال لكم لك الشكر والتقدير يا أستاذ يزيد، أريد مشاهدتك، لقد أعجبتني حصصك، فوالله أصبحت صاحب رسالة تربوية بحتة، فندعو الله لك ثبات واستمرارية. إذا مخياط محمد 52 سنة من المدية، والله غير شكرا شكرا على المراسلة، وربي يحفظكم إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا عند حسن ظنكم. رسالة موالية من عند عبد الكريم محمد أنس، 5 سنوات، من الجزائر العاصمة.
قال لكم حصة ما شاء الله يا عمو يزيد، حلمي أن تستضيفني عندك، أرجو أن تمنحني هذه الفرصة. عبد الكريم محمد أنس 5 سنوات، والله شرف كبير أنك تشرفنا لهنا. تعالي بنتي أروحي، تعالي قعدي معي، قعدي معي هنا، قعدي معي، هيا نقرأ الرسائل هذو. إذن الرسالة الموالية، بالناصر سهى 11 سنة، مدينة قسنطينة، مدينة الجسور المعلقة. مرحبا عمو يزيد، أنا نحب حصتك بزاف بزاف وأريد المشاركة معك وبالتوفيق. بالناصر سهى بنتي من قسنطينة، رايحين نستضيفوك حتما هنا ولا في حفل في مدينة قسنطينة إن شاء الله. البوخي زينب 8 سنوات، مدينة الخيثر ولاية البيض. يا سلام، ما أجمل بلادي. أنا يا عم يزيد أتمنى أن أحتفل بعيد ميلادي معكم. مرحبا بك البوخي زينب من الخيثر البيض 8 سنوات، رسلنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي، ومرحبا بك في هذه الحصة الجميلة باش نحتفل معك بعيد ميلادك. بن شيخ هشام 9 سنوات، مدينة برقي الجزائر العاصمة. السلام عليكم، أنا هشام من بلدية برقي ولاية الجزائر العاصمة، عمري 9 سنوات، أتابع الحصة دوما ولا أفوت منها حلقة، وأتمنى لكم التوفيق. بن شيخ هشام، شكرا ولدي على هذه المراسلة. عمو يزيد يحتفظ بهذه الرسائل الجميلة، ودرك الحقنا للجواب عن السؤال. إذن السؤال قال، ما هو تاريخ اليوم الوطني للفنان في الجزائر؟ عطوا لي اليوم والشهر فقط، شكون يعرف؟ تعالي بنتي أروحي، تعالي بنتي. واسمك بنتي؟ نسرين. نسرين، وين تسكني نسرين؟ بوزريعة. في بوزريعة، الله يبارك بنتي. وقتاش اليوم الوطني للفنان؟ 8 نوفمبر. لا لا، 8 صحيح ولكن نوفمبر لا. جوان. ها؟ 8 جوان. 8 جوان، نقبلوا من هالجواب؟ نقبلوا الجواب، رفدوا يديكم اللي يقولون الفنان نقبلوا الجواب. يلا نقبلوا منك الجواب نسرين بنتي. إذن 8 جوان. 8 جوان هو اليوم الوطني للفنان. على بالكم نسبة لمن؟ نسبة لمن؟ هي جاوبت على السؤال أو صحيح، ولكن نسبة لمن؟ هي نسبة لوفاة مغني الثورة علي معاشي. علي معاشي اللي توفى في 8 جوان 1958. برافو 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 برافو. يلا راح قعدي قعدي بنتي، مازال توفى في 8 جوان 1958. تقدري تقولي لي منذ أي سنة بدأت الجزائر تحتفل بهذا اليوم؟ 8 جوان 1958. لا 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 لا، 58 وفاة علي معاشي، ولكن من بعد سنوات في التسعينيات وين أقرينا هذا اليوم الوطني للفنان، أصبح 8 جوان منذ سنة 1997 بدينا نحتفل بهذا اليوم. أصبح اليوم الوطني للفنان في الجزائر يوم 8 جوان نسبة لوفاة المرحوم علي معاشي مغني الثورة. هو توفى في سنة 1958، ولكن في سنة 1997 بدينا نحتفل بهذا اليوم. يا أخي إذن أعطيه الهدية تاعها، أعطيه الهدية تاعها. إذن نسرين بنتي، شيبس مهبول، شركة شيبس مهبول راعي برنامج مع عمو يزيد، يعطيك هذه الهدية المتواضعة، إن شاء الله تستفادي بها. إن شاء الله. إن شاء الله بنتي، تفضلي تفضلي تفضلي. العفو. إذن أحبائي، في كل حلقة نستضيف طفل ولا طفلة يحتفل بعيد ميلاده معنا، وباش تحتفلوا بعيد ميلادكم عليكم إلى ترسلنا بخمس قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 ستوالي العاصمة 16062، الرمز البريد يعني 16062. اليوم عندنا عيد ميلاد جحيش صبرينال من مدينة عين بنيان بالجزائر العاصمة، 12 سنة باش تحتفل بعيد ميلادها. إذا صبرينال تعالي بنتي، تعالي تعالي أروحي بنتي، تعالي بنتي أروحي بنتي. إذن صبرينال راح تحتفل معنا بعيد ميلادها، حنا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو تاعها. أروحوا التحقوا بيا باش نغنوا لها. يلا عيد
ميلادك أحلى عيد، رب يكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. سعادة وهنا إن شاء الله يا ربي نجيب يا سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي دنيا سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهر أمرا ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك أنت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعو له وصحابه يبركوا له وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو وجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. اذا صابرين البنتي عمو يزيد يشعل لك شمع، وانتم يا احبائي ما لازمش انتم كاطفال تشعلوا الشمع، لازم الكبار هما يشعلوا لكم الشمع، ما تلعبوش كامل بالنار يا اخي يا احبائي. اذا صابرين البنتي نديروا العد التنازلي، 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 طفينا الشمع. برافو برافو بنتي برافو، اعطيني الشهاده تاعها. اذا بنتي جحيش صابرينال عمو يزيد يعطيك هذه الشهاده، هذه شهاده انجاح تصوير حصه مع عمو يزيد، وانتم كامل يا اطفال كل واحد راح ياخذ شهاده كما هذه يحتفظ بها كذكرى لتصوير حصه مع عمو يزيد. يا اخي احبائي اعطيه الهديه تاعها. اذا صابرين البنتي كما وعدناك رامي راعي برنامج مع عمو يزيد وراعي هذه الحصه كذلك يعطيك هذه الهديه ان شاء الله تستفادي بها. اذا انا ما بقى لي الا نقول لكم بقوا على خير، استنونا في الاسبوع المقبل نفس القناه نفس التوقيت، نحبكم يا اطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا اصدقاء، كل الايادي في ارتفاع الى اللقاء، لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. جبت ولادي معايا حضروا هذا الحصة وفاتت ما شاء الله ورانا في البلاطو. احنا سجلنا مع عمو يزيد. اللي حاب يشارك يشوف موقع الالكتروني www.amouyazid.com. فرحونا فرحوا الدراري، قاموا بنا استقبلونا احسن استقبال. نشكر عمو يزيد جزيل الشكر اللي فرح لنا ولادنا، جوزناها ما شاء الله
طريبيان. نشكر كاع ايتيك الطقم جنود الخفاء، نتمنى له المزيد من النجاح. كثر خيركم عمو يزيد وبارك الله فيكم. نشكر عمو يزيد جزيل الشكر لانه فرحنا في هذه المناسبه ودارينا فاس اختي. شكرا عمو يزيد، يعطيكم الصحه. قالوا هلموا الينا نضموا مع عمو يزيد.